بين الاتهام والنفي، تصريحات متبادلة بين حماس وإسرائيل حول عملية مواصي خان يونس. الأخيرة تزعم أن العملية استهدفت عناصر في مركز لقيادة حماس داخل المنطقة الإنسانية. هذا المركز بحسب الرواية الإسرائيلية تسعى من خلاله حماس لتنفيذ عملياتها ضد إسرائيل. وعلى عكسها نفت رواية حماس الاتهامات، فلا وجود لأي عنصر لها في مكان الاستهداف. فاستخدام هذه المواقع المدنية كالمواصي لأغراض عسكرية نفته حماس جملة وتفصيلا، واصفة الاتهامات بالكذب المفضوح الذي تسعى من خلاله إسرائيل لتبرير هذه الجرائم. فجأة ما شفنا غير الدنيا بتضرب علينا والرمل بهيل علينا. المهم قمنا نتفقد بعضنا، تفقدنا بعضنا، وبعدين جينا على الناس الموجودة. أما المشاكل والله هناك يا شيخ 14 واحد حوالي اللي استشهدوا. جينا لقينا هنا الناس كف عنك الشر، أشلاء مقطعة من نساء من أطفال كلهم مزقلين، يعني والله منظر مش قد ما اشرح لك، بصراحة صعب جدا. يعني وين في منطقة آمنة؟ ما ضلش في أمان في الدنيا هذه. اليهود بدعوا إنها إحنا حاطينهم، يعني تعين حماس إن إحنا قصفناهم، كذب والله. لا عنا حماس ولا عنا فتح ولا أي جهة، ولا إحنا منضمين لأي جهة. لا حذرونا ولا قالوا لنا قوموا ولا إخلوا ولا منطقة آمنة ولا منطقة مثلا ساحة قتال ولا أي حاجة. كلها زي ما أنت شايف كلها تخيم.